تفعيل مسطرة مراقبة والتتبع فيما يخص برمجة بناء بعض المساجد لفريق التجمع الدستوري الموحد. تفضل سيدي. سيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين، سيد الوزير، عفونا، السياسة الحكومية المتبعة فيما يخص ترشيد وعقلنة وإصلاح الحق الديني بتوجيهات من أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله هي سياسة حميدة. في المقابل كنسجلوا أن عديد من الجمعيات ومن المحسنين خذوا رخص لبناء مساجد، والكل ينتظر لتكملة إنجاز هذه المساجد. فسؤالنا هو واش كاين شي إجراءات حكومية لترون تفعيل مسطرة التتبع والمراقبة ديال هذه المساجد اللي هي تبنى عن طريق جمعيات وعن طريق المحسنين؟ شكرا. شكرا. تفضل سيد الوزير. السيد الرئيس المحترم، السيدات النائبات المحترمات، السادة النواب المحترمين، أشكركم سيدي نائب فريق الموقر. هذا سؤال واضح وسؤال عنده علاقة بالميدان وبالواقع. 2009 مثلا تعطت 229 رخصة ولم يتم سوى إتمام 83 مسجد. علاش؟ لأن طموح الناس والرغبة ديالهم باش يبنيوا المساجد هي فوق الإمكانات لا ديالهم ولا ديال القطاع ديال الوزارة. الحاجة ديال المساجد كما كنقدروها 270 مسجد في العام، 200 لتتبع النمو الديموغرافي ديال الرشد اللي الناس كيبداو يصليو حسب الإحصائيات، 400,000 ديال الناس اللي كيوصلوا لهذا السن كيتزادوا، و70 لتدارك يعني الخصص اللي كاين في المدن وفي الهوامش ديالها وفي بعض القرى المتنامية وبعض القرى اللي أصبحت مدن. هاد ال 270 ما كان كيتبنى منها الآن إلا حوالي 80 أو 75، علما بأن إلى حدود هذه 6 سنين يلا كانت كتبني الوزارة 4 المساجد. الآن الوزارة كتبني ما بين 40 و 50 والمحسنين جزاهم الله خيرا كيبنيو 40، غير الفرق أن المعدل ديال التكلفة هاد المسجد اللي كتبني الوزارة كتبني المساجد المهيكلة هي ما بين 8 و 11 مليون ديال الدراهم، المحسنين جزاهم الله خيرا كيبنيو بمعدل الى 100 ديال 2 ملايين، 2 ملايين ونص ديال الدراهم. فهذه القضيه كتجي من الحماس، ولكن بعد ذلك لحد الان ما كاينش اجراءات قانونيه للتتبع، ولكن الان ترسانه القانونيه على واش كاننا الحمد لله نكملوها. فهاد شوتنبير الماضي صدرنا واحد 3 ديال المراسم والقرارات كلها كتمشي في هذا الاتجاه، وكنشتغلوا مع الوزارات المعنيه اللي هي الداخليه والتعمير والماليه باش نستكملوا هذاك الشيء اللي غادي يزول يعني اولا الالتزامات ديال الناس. ما غاديش نفرضوا بحال بعض الدول ان الجمعيه اللي بغات تبني خص يكون عندها الفلوس كلها كمراجع، هذا الشيء راه ما كاينش في القانون، ولا حتى 50% كاين، ولكن غادي نتاكدوا انه راه كاين امكانيات انه لان كيبداو بالحماس وكيوقفوا. فحنا كنتدخلوا، لكن تدخل الوزاره محدود جدا بالنسبه لما هو مطلوب منها في الحقيقه المساجد، بناء المساجد الكبرى وترميم المساجد العتيقه وصيانه عدد الى غير ذلك. فلذلك هذا الشيء اللي كتلاحظوا راه واقع، ولكنه ناتج على واحد التفاوت كبير. انما هذه المسطره اللي كتطلبوا بها مسطره معقوله، كان وعدكم ان هذا الشيء كله من الناحيه القانونيه يستكمل قبل نهايه الدوره ديالكم المقبله ان شاء الله. شكرا. شكرا لكم سيد الوزير. تعقيب سيدي تفضل. سيد الوزير، على اللي مهم هو خص الوزاره تتبع اولا في نوعيه الاشغال، لان خص على الاقل دراسات ودراسات الخرسانه، راه كاين شي مساجد كيتبناو بدون هذا الشيء. ولكن ثاني شيء هو المده الانجاز. سيد الوزير، لابد الوزاره توضع واحد من بعد ذاك الرخصه واحد السقف، عامين 3 سنين، وما يبقاش المسجد 4 سنين وخمس سنين وبدون ما يتبنى. فهنا خص الوزاره تدخل باش. سيد الوزير، انا عندي جوج ملتمسات خارج هذا الموضوع، هو انه لا الوزاره ولا المحسنين كيبنيو مساجد بعض المرات كبرى، ولكن كينساو التهيئه الخارجيه.
فالمطلوب ووزارتكم بنات مشكوره جوج مساجد في مدينه سله، محمد السادس في سله الجديده ومسجد سعيد حجي، ولكن مع الاسف التهيئه الخارجيه غير موفره وغتطلب امكانات اكثر ما يقارب بناء المسجد. وبالتالي كنعرفوا انه ملي تيكون المسجد الناس كتصلي على برا، وهذيك التهيئه الخارجيه هي اساسيه. الملتمس الثاني وهو كاين مناطق مكتظه تبنات في واحد الوقت وما كانش تعبئه العقار لبناء مساجد، واليوم حنا امام واحد الواقع واللي خص تعبئه العقار، وبالتالي خص واحد الاستثناء في مجال التعمير، وهذا موضوع يمكن تشوفه بين الجماعه والوكاله والسلطه المحليه ليكون واحد الاستثناء، ولكن خص الوزاره كذلك دير واحد الاستثناء في ذوك المعايير في المساحه، لانه احسن من الناس تنوض تصلي في كراجات وتصلي في اماكن غير مؤهله لاداء الصلوات، وبالتالي يكون مجهود من الوزاره في هذه المناطق. واعطي مثال حي الرحمه بطانه في سلا اللي كنعطي بها امثله، فمطلوب انه يكون واحد الاستثناء من طرف الوزاره، وان شاء الله ننتظروا القانون اللي يحرص على المراقبه والتتبع ديال المساجد اللي هي في طور الانجاز. وشكرا. انا غادي نعاود ناكد بان فعلا مساله امكانيات ومساله اطار قانوني. الاطار القانوني كنشتغل به، ما يمكنش لينا نتبعوا ولا نفرضوا ولا نطالبوا بدون ما يكون اطار قانوني منسجم مع الشركاء اللي كيدخلوا، لا المحليين يعني الجماعات ولا التعمير ولا فيما يتعلق مثلا هذه الفضاءات الخارجيه. يعني انا في نظري كيخص يكون هنا تعاون. حنا هذا الشان الديني كنحافظوا انه ما يوقع فيه تدخلات ديال الجهات الجماعيه حتى لا يقع هناك التباس بين امرين بينهما برزخ لا يبغيان كما في القران الكريم. ولكن ومع ذلك كاين هنالك اشياء اللي يمكن يحددها القانون وتخرج من جميع الشبهات. لذلك احنا غنعملوا على استكمال الترسانه القانونيه والاليات ديال تفعيل الترسانه القانونيه ان شاء الله، علما بانه راح يالله عندنا نحن ولا المحسنين ثلث ديال المطالب الماليه اللي كيحتاج لها المساجد. شكرا لكم سيد الوزير.